بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة والسيدات ممن يحضر هذا اللقاء المختصر المركز على هامش فعاليات هذا المعرض، هذه جلسة هي إلى الحميمية أقرب منها إلى أن تكون جلسة للإبعاد في القول وللتوسع فيما تثيره. حينما دعيت ودعاني شيخ الأزهر الشيخ حمد الطيب للإسهام في هذه الحلقة، وكانت بالمغرب وكان ذلك ميسرا، فإنني أجبت لعلمي بأن هذا الموضوع ليس ككل المواضيع التي تثار هنا وهناك. هناك أحاديث هي من فضول القول ومما لا يعتني به ما لا يهتم به الناس، ومن الخطأ إهدار الزمن والجهد فيه. لكن قضية كهاته القضية التي تثار وهي قضية التسامح والتعامل مع المسلمين والتسامح البيني والتعامل مع الأغيار، هذا شيء مما يعيشه الناس، وكل لحظة يتقاعس الناس فيها عن أداء واجبهم فإنها تذهب بهم إلى نتائج وخيمة. نحن لا نعيش وحدنا، نعيش في العالم الكبير، ويعيش معنا في هذا العالم أناس يجهدون جهدهم من أجل أن يصوروا هذا الإسلام على أنه عدواني وأنه استئصالي وأنه يحمل الكراهية للآخر. فحينما يكون هذا القول معادا مكرورا ولا يتكلم أصحاب الحق بما يجب أن يتكلم به، فإن في هذا في الحقيقة مضيعة وإيقاع أو إيقاعا لبلاء منتظر. لذلك أعتبر أن الحديث في موضوع التعامل مع الأغيار لا يجوز أن يكون محكوما بهاجس الخوف أو تقديم الذرائع أو الاعتذار أو تبرئة الذات، ليس هذا هو المطلوب، إنما هو قيام بواجب كان علينا أن نقوم به منذ مدة بعيدة، وهي أن نعرف بهذا الإسلام. فإذا قال غيرنا في هذا الإسلام فإن قولنا بما لنا من شواهد وأدلة قائمة لا شك أنه يصد ذلك التوغل وذلك التمدد. فأعتبر الحديث الآن في هذا الموضوع من باب ما يسمى بفريضة الوقت، هذا وقت الحديث في هذا. ومن حولنا زئير وأصوات مزمجرة تنتظر منا أن نبقى هكذا ساكنين وأن نبقى متخلين عن واجبنا. فأقول نحن فعلا في حاجة إلى أن نعالج قضية التسامح البيني بين المسلمين، لأن هنالك خللا كبيرا وقع للمسلمين. حينما يصبح المسلم يتعشق الخصومة والحرب والمواجهة مع إنسان آخر لأنه يختلف معه في وجهة نظر أو في شيء من الأشياء، فإن هذا فيه خروج عن السياق الذي عاشته الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية كانت فيها خلافات ولا شك، خلافات قديمة، وهي في الحقيقة خلافات ذات جذور سياسية أكثر مما هي ذات خلافات دينية، لأن الأمر كان دائما يعود إلى من يحكم، وهذا شيء مدني ليس هو الشيء الديني الذي يجب التمسك به واعتقاد خلافه خطأ. ولكن مع هذا الخلاف الذي كان موجودا كنا لا نلاحظ له أثرا في الحياة. كنا حينما نقرأ للشعراء الذين تتداول أسماءهم نجد أن منهم من كان شيعيا
ولا يأنف الناس من قراءة شعره. الكوميت الأسدي كان كان شيعيا، ابن السكيت كان كذلك، مجموعة كبيرة من علماء البلاغة ابتداء من الزمخشري ومن إليهم، الناس كانوا يطرحون هذه الاختيارات وكانوا يهتمون بالقواسم الجامعة التي تجمع هذه الأمة وهي العلم الرصين. فطبعا هناك من كتب بعد الكشاف كتب هوامش من أجل تجريد الكشاف بما فيه من اعتزال، ولكن ظل كتاب الكشاف مع ذلك معتمدا. وهكذا دائما نجد أن أمتنا كان فيها اختلاط، ولكن الأمة كانت تعرف كيف كانت تتعامل مع الاختلاف. الآن الأمر اختلف تماما، وأصبحت بعض القضايا جوهرية وتثار دائما. هل نعيش نحن على أشياء وقعت في الماضي؟ ما وقع في التاريخ هو للتاريخ، اختلافات الناس ومن يحكم ومن هو أولى بالإمامة وما إلى ذلك، هذا أمر مضى، ومن ظلم فهذا كله أمر مضى. ونحن كأمة لا يمكن أن نعيش أسرى هذا الذي وقع في الماضي. حينما نجلس الآن لنحيي ذكريات مقتل فلان أو فلان أو فلان، كأننا لا ننظر إلى المستقبل وما ينتظرنا. الأمر الآخر أو الوجه الآخر، وهذا كما قلت يحتاج إلى جلسات خاصة، أي في بيان ما نحن عليه نحن باعتبارنا أمة مسلمة مختلفة وتمعن في الخلاف والاحترام، هذا أمر. لكن الأمر الذي أصبحنا الآن نساءل به هو هذه الحملة الكبيرة التي توجه إلى الإسلام دوما وفي وسائل الإعلام وبمناسبة وبغير مناسبة، لتنتهي في نهاية المطاف إلى أن هذا الإسلام وأن هؤلاء المسلمين هم بطبيعتهم دمويون وإرهابيون ولا ينسجمون مع أحد. في بعض المرات يحاول بعض المسلمين هنا وهناك أن يعطوا إشارات على اندماجهم وتسامحهم وتفاهمهم. نسمع مرة أن إنسانا من الجالية التي تعيش في أوروبا ينقذ طفلا، يضحي بحياته وينقذ طفلا، لكن هذا الخبر يكون خبرا عابرا لا يوقف عنده، لأنه ينتهي إلى نتيجة غير التي كان آخرون يؤملونها. وأشياء كثيرة يحاول الناس الذين يعيشون خصوصا في بلاد الغرب أن يبرزوا من خلالها أنهم أبرياء، وأن هذه الأصوات أن أصواتهم لا ترتفع عاليا. لذلك قلت إننا نحن بدل أن نتحدث بما هو عاطفي يجب أن نتحدث بما هو أصيل في ديننا، الحقائق الثابتة التي لا يمكن أن ينازعنا فيها شخص مهما يكون له من موقف معادل لثقافتنا أو حضارتنا. فأقول إن هذا الإسلام بطبيعته هو دين يحتضن الإنسانية كلها. طبعا هناك أمتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل الرسل، أمة هي التي توجه إليها الخطاب وهذه يسمونها أمة الدعوة، وهناك أمة أخرى وهي أصغر وهي أمة الاستجابة، والأمتان معا هما منسوبتان إلى الرسول الذي تعث إليهما. ولذلك كان القرآن وهو يتوجه كان غالبا يتوجه إلى الإنسان، إلى الإنسان بعموم ما تفيده هذه الكلمة. أنتم حينما تقرؤون ديباجة هذا الكتاب وهو الصورة الأولى التي فاتح بها القرآن الناس، تحدث عن من؟ تحدث عن الإنسان. اقرأ ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكل مرة يتكرر الحديث عن الإنسان، وكل دفقة وكل لقطة فيها شيء مما يتعلق بكينونة الإنسان. فالإنسان في الأول هو إنسان له طبيعة فيزيولوجية، خلق من ماء دافق، خلق من علق، ثم صار هذا الإنسان صاحب كفاءة وقدرة على التعلم، فكان هو الذي يناط به إنجاز المهمات الحضارية الكبرى. ثم كان هذا الإنسان هو الذي يصيبه الطغيان إذا خيل إليه أنه استغنى،
هذه سورة صغيرة مكثفة ولكنها ضمت حقائق كثيرة عن الإنسان، لا تتحدث عن المسلمين بل تتحدث عن الإنسان مطلق الإنسان، بمعنى أن الشغل أو الموضوع المحوري في السورة في أول سورة كان هو الإنسان. ثم إن القرآن الكريم حينما تحدث عن الإنسان في تمثلات كثيرة، تمثل عن الإنسان، تحدث عن الإنسان بهذه الصفة بوصفه إنسانا في 65 مرة، وتحدث عنه باعتباره إنسا 18 مرة، وتحدث عنه باعتباره بشرا، وكل تسمية من هذه التسميات تعطي جانبا معين. فأما تسميته بالإنسان فهي الحالة والصورة المتلى التي يكون الإنسان فيها تام الأهلية قائما بدوره الحضاري، وهو إنس كذلك، ويسمى إنسا بمعنى أنه يعيش في هذا الواقع وأنه ليس متوحشا قابل للتمدن. ومن هنا أن هذه العلماء وقفوا كثيرا مع هذه الأسماء وإيحاء هذه الأسماء لنقول إن الكلمة إن الموضوع الذي يتحدث عنه القرآن هو دائما هو موضوع الإنسان. إذن فالإسلام يعانق الإنسان كله، ليس مشغولا بفئة معينة. الفئة التي ارتضت هذه الدين وقبلت به هذه أمة أخرى هي الأمة المسلمة التي أذعنت وقبلت بالشريعة وانصاعت لها. ولكن الخطابة في القرآن كثيرا ما يتوجه في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم، حينما يتحدث القرآن عن بني آدم فهو يتحدث عن عموم الناس، والآيات من هذا كثيرة لا أريد استعراض أكثرها، وإنما أقول لكم هذا هو الأفق الذي يتحدث فيه القرآن عن الإنسان كل الإنسان، وليس عن أمة صغيرة هي جزء من هذا الإنسان. ثم إن هنالك حقائق تؤطر علاقة القرآن وعلاقة الإسلام بهذا الآخر بالإنسان الذي قد يخالفنا. نحن لسنا وحدنا في الوجود، معنا من يعايشنا، معنا من يخالفنا، ونحن يجب أن نستبطن فكرة تساعدنا على التعامل مع هذا الإنسان في حالة سلم. أولا، نحن نرى ونسمع من كتاب ربنا أننا الآن نتعامل مع طبيعة، مع فطرة، مع إرادة الله تعالى، والله تعالى شاء أن يخلق العالم هكذا مختلفا على أديان، مختلفا في الألوان، مختلفا في الاختيارات وما إلى ذلك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء. إذا لم تقتضي مشيئته هذا فكان علينا أن نتعامل مع الناس بهذا، ولا نعمل على إلغاء الآخر وإفنائه أو إزالته، لأنه هو هكذا. وحينما دعا إبراهيم عليه السلام ربه بعد أن بنى البيت قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فإن الله تعالى استجاب له في أنه رزق هذا البلد، ولكنه حينما أراد أن يرزق رزق الجميع قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار. لن يكون الرزق فقط للذين يؤمنون، لذلك سيصير توجيها وإجبارا على الإيمان، ولن يبقى للإنسان معنى الاختيار. وفي شواهد كثيرة نعرف أن الله تعالى أراد الناس متنوعين متعددين. هؤلاء الأغيار الذين يخالفوننا هم فرصتنا للربح مع الله تعالى بالدعوة وبالتوجيه وبالكلمة الطيبة، ليس إلا. ولكن دائما أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن هم كما هم مظهر الاختلاف، ولكن واجبنا نحوهم هو البيان، هو احتضانهم، هو التعامل معهم بالأسلوب الذي يضمن في نهاية المطاف أن يصلوا إلى الحق. يجب أن نعلم أيضا من الحقائق التي هي في القرآن والتي بها نتعامل مع الإنسان، وهي حقيقة كبرى، وهي
حقيقة التكريم. حينما تحدث القرآن عن تكريم الإنسان كان يقصد كل الإنسان، لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر. لا يمكن أن يقال إن هذا التكريم خاص بفئة أو بمجموعة، هو تكريم الإنسان، إرادة الله في الإنسان أن يكون مكرما. والذي يبين هذا أكثر أن الله تعالى صورنا في كتابه أن آدم حينما جاء إلى الأرض جاء في محفل خاص، في موكب تكريمي خاص، فهو لم يأتي هكذا ينبعث وحتى يكون مع الناس مع الملائكة، بل إن الله أخبر به إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا تكريم أن يسميه الله تعالى خليفة، ثم يأمر الملائكة بأن يسجدوا له تنويها بوجوده، ثم تتساءل الملائكة عن سبب وجوده ومسوغ وجوده، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هؤلاء استشكل عليهم أن يأتي هذا الكائن الجديد الذي من طبيعته وبحكم غرائزه لا شك أنه سيفسد في هذه الأرض. ثم إن الله تعالى أبرز لهم شيء آخر وقال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذ مباشرة علم آدم الأسماء العلم، ومباشرة كلف بأن يعلم الملائكة وهم أسبق منه، فأصبح أستاذا، وهذا أعطى الدليل على معنى وجوده، أي إذا تساءل الملائكة لماذا جاء فإن الله قال لهم جاء لأنه يحمل العلم وينشر العلم وينشر المعرفة. هذه كلها تكريمات، وهذا ما أحس به إبليس. إبليس في هذا المشهد لم يتمالك أن قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. إذن فهو يرى أنه كرم، وهذا مهم جدا أن نسجل حالة التكريم كما ذكرها القرآن ولقد كرمنا بني آدم، كما صور هذا المشهد وكان بالإمكان أن يوجد الإنسان مجيئا عاديا، ولكن هذه حفلة للتكريم وللتنويه لبيان أن الإنسان عند الله تعالى مكرم، وهذا الإنسان في الأول. وحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ومرت به جنازة قام لها، والحديث ثابت في البخاري وفي غيره، وسئل ولما وقف قالوا له إنها جنازة يهودي أو جنازة يهودية، فقال أوليست نفسا، أي يكفيها أن تكون نفسا فتكون جديرة بالاحترام والتكريم. وهذا طبعا شيء مهم يقذفه القرآن في أنفسنا لنعلم كيف نتعامل مع هؤلاء من هذا المنطلق، من منطلق هذه النصوص وهذه التوجيهات. إذن هذه مسائل أو عناوين كبرى للتعامل مع غير المسلمين، وهذه العناوين هي التي فيما بعد حددتها أو شخصتها الأحكام الشرعية التي نطق بها القرآن ونطقت بها السنة وتحدث بها الفقه، وهي كثيرة. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتساءل نحن عن علاقته هو بالأغيار، بمن كانوا يناوئونه، بالذين كانوا أقرب الناس إليهم اليهود، لأنهم كانوا قريبين من يعيشون الناس في المدينة أكثر مما كان فيها من النصارى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له دائما تصرفات تفيد أن التعامل الصحيح هو ما يفعله. يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاقت بأهل مكة حالة من الجفاف والقحط واحتاج الناس إلى الطعام، بعث إلى أهل مكة بخمسمائة دينار، وهم أعداؤه وهم الذين أخرجوه وصادروا أموال المسلمين، فبعث بخمسمائة دينار إلى أبي سفيان وإلى صفوان بن أمية يدعوهما إلى إنفاق ذلك، أي التدخل في حالة الجفاف وهذه الأزمة لتوزيع هذا على فقراء
أهل مكة طبعا وهم مخالفون له، لأن الذين آمنوا به كانوا قد هاجروا معه صاروا إلى المدينة. فأبو سفيان قبل هذا المبلغ ووزعه، وهنا والآخر تردد ولم يفعل ذلك. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذه الحالة، حالة القحط، هي حالة صالحة للتشفي وللنيل من هذه لهؤلاء الذين أخرجوا. كان هناك مستوى أعلى في التعامل، بمعنى أنه في الملمات، في النوازل، في الآفات يكون الإسلام هو الذي يتقدم. في حالات الكوارث، حالات الأضرار التي تصل بالناس، لا ليس ضروري أن يكون المتضرر إنسانا مسلما لأن مد له يد العون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يد العون إلى أناس ليسوا على دينه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في نصوص، طبعا هذه موثقة، قد أجرى على أهل بيت من اليهود أهل صدقة فهي تجرى عليهم، أي حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من اليهود صدقة وكانت جراية، معنى أنها لا تنقطع، وهم يعيشون معه، بمعنى أن هذا الخلاف في الدين لم يكن يؤثر في التعامل الجيد مع الأخر. أنا أقول هذا ربما بعضنا لأننا نعيش بعيدين في حالة بعد عن مناطق الالتقاء والالتحام والاشتباك فلا نعي هذا جيد، ولكن المسلمين الذين يعيشون في ديار الغرب في أوروبا في الولايات المتحدة يتساءلون عن هذا، يتساءلون عن معنى وجودهم هم، وهل يشاركون في فك الأزمات وتخفيف هذه المصائب أم لا. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم الدليل على أنه حينما يقع شيء للآخرين رغم أنهم يخالفوننا فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التدخل من أجل إسعاف هذا الآخر وإنجاده والوقوف معه، وهذه حقيقة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان في بيته يشتغل معه غلام يهودي ومرض، فخرج رسول الله وذهب ليعوده، بمعنى أن هذا هو الذي كان يعطي هذا الانطباع الجيد بأن الإسلام أبدا ليست له فكرة لاستئصال الآخرين، بدليل أنه نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مقاتلة الذين ينقطعون في معابدهم، في صوامعهم، في كنائسهم، نهى عن التعرض لهم. لو كان من قصد الإسلام أن يزيل هذه الديانات لكان هؤلاء الذين هم رؤوس هذه الديانات هم الذين يتعرضون قبل غيرهم، لكن الإسلام حمى وجودهم وحمى الكنائس وحمى كل هذه، وهذه أحاديث واردة وأصبحت عندنا فقها معروفا عند المسلمين. وحينما يقع شيء مخالف لهذا فذلك بسبب أن الناس لم يقرأوا دينهم كما يجب. في حياة الصحابة مواقف متعددة، حياة الصحابة فيها مواقف متعددة وتوسعت رقعة دار الإسلام واتصل الناس بغير المسلمين، واحتاج هذا دائما إلى فتاوى وإلى أقوال. وعمر بن الخطاب له في هذا سوابق كثيرة، حينما فتح بيت المقدس وذهب إليها ودخل فاتحا ودخل منتصرا، فعرض عليه أهلها أن يصلي في كنيسة القيامة فرفض ذلك وقال إني أخشى أن يأتي المسلمون فيقول فيما بعد هذه كنيستنا لأن عمر صلى فيها. إذن حماية لها، وهذا فكر بعيد من أجل أن يشعر هؤلاء بأن كنائسهم هي لهم. وأول أو أكبر وثيقة كانت في الحقيقة هي الوثيقة التي كتبها عمر بن الخطاب لأهل إيليا، أهل فلسطين، وفيها ضمن لهم كل حقوقهم ومنها حقوقهم في سلامة بيوت عبادتهم، كنائسهم في ممارسة شعائرهم، وكان المسلمون دائما يلتزمون بهذا.
التزم المسلمون بهذا، وكان هناك من الكتاب من تعقب هذا. وأنا أحيل على كتاب آدم ميتس، وهو تاريخ الحضارة العربية نهاية القرن الرابع، وفيه صفحات مشرقة عن تعاملات المسلمين مع غيرهم. كان النصارى يحيون مع مناسباتهم الدينية ويخرجون في كل المناسبات في الشوارع، ويحملون أغصان الزيتون والشموع وما إلى ذلك، لا يضايقهم أحد. بل إن عند المسلم إنه نشأ عند المسلمين فقه، وفقه الكنائس، وبموجب هذا الفقه كان يحرم على الإنسان المسلم أن يتعرض لدور العبادة، دور عبادة الآخرين، ومن تعرض لها فإنه يعاقب وهو ضامن لما أحدثه فيها. ولذلك نجد أن الكنائس ظلت موجودة في العالم الإسلامي باستثناء العالم الإسلامي فقط. في زمن المأمون كان في الشرق العربي أكثر من 11,000 كنيسة لم يتعرض لها أحد، كانت واقفة، كانت تمارس عملها، في حين أن جهات أخرى مر بها الإسلام كأنه لم يمر، طمس كل شيء. أقدم كنائس المسيحيين هي الكنائس الموجودة في البلاد الإسلامية، في فلسطين، في الشام، هي إلى الآن كما كانت منذ الزمن، لأن الإسلام كان يحميها. كان المسلمون قادرين على أن يقوموا بأشياء، ولكن الفقه وفقه الذي كان يتحدث عن ضرورة حماية هؤلاء كان فقها حاضرا وكان ملتزما. وعبر تاريخ المسلمين، وحينما كان هذا الفقه حاضرا، لم تكن هذه الإشكالات موجودة. كان الناس يتواصلون، يتعاملون، يبيع بعضهم لبعض، والناس وصلوا درجات، أي غير المسلمين لم يشعروا بضيق في أي بلاد من بلاد المسلمين. في الشام كانت الأمور كأنها ذهبت إلى أن يصير أكثر الأطباء، أن يكون أكثر الأطباء من النصارى، وأكثر الصاغة من اليهود. وفي المغرب كذلك، كانت المدينة المغربية يتعايش فيها المسلمون مع اليهود، ويتبادلون المنافع ويتبادلون المصالح، ويعرف بعضهم بعضا ويهدي بعضهم بعضا. اليهود كانوا يهدون الناس في بعض مناسباتهم، بعض الأعياد يهدونهم الرقاق ومن الخبز الذي كان، وهو يشير إلى قضية الخروج، خروج من بني إسرائيل من مصر إلى أرض سيناء، له معنى ديني. ومع ذلك فالمسلمون كانوا يتواصلون. والحقيقة أن كل ما جاء فيما بعد من خلاف أو ما لم يكن بسبب الدين، وإنما كان بسبب السياسات التي جاءت فيما بعد، وتدخلت تدخلات جعلت هذا البناء يتخلخل. إذن هذا نقول بعضه في الحق، وهو كثير للمسلمين ليقرؤوه. لأن أقول حينما يعمد شخص تحت أي ذريعة إلى تفجير مجموعة من الناس الآمنين في مكان، في سوق من الأسواق، ظانا أنه بذلك يقدم خدمة للإسلام، أنه يقدم أن ذلك هو عمل جهادي، يكون بذلك قد أبان على أن هذا ليس هو المسلك الحقيقي. لأن الذين يخالفوننا منهم ذميون، منهم مستأمنون، أعطيناهم عهدا واستأمناهم وجاءوا إما سياحا وإما، وهؤلاء الذين هذه التعاملات هي التي يسرت التلاقي ما بين المسلمين وغيرهم. كانت هناك تبادل، كان هناك تبادل للكتب، للاختصاصات، كان المسلمون يذهبون وكان غير المسلمين يأتون إلى بلاد المسلمين فيتعلمون. هذا هو الذي جعل العلم ينمو وينتشر ويرتفع. لكن هؤلاء أو الذين يفعلون هذا ليس لأنهم كما قلت فهموا هذا من الدين، بل لأنهم لم يفهموا من الدين هذا الأمر. وما يمكن أن نراه جهادا الآن، ما يمكن أن يكون جهادا لأن شخصا ما اختاره، ليس على طبيعة الجهاد. لأن الجهاد في الإسلام ليس على هذه الجهاد من أحكام إمارة المؤمنين، أحكام الدولة. وإلا فلو أصبح من حقك لإنسان
أن يعلن الجهاد على خصمه لصارت الدنيا كلها حروبا. لا يمكن أن يقال الإنسان إن فلانا يخالفك أو لأنه فارفع فأعلن الجهاد عليه، لأن الدنيا طبعا الإسلام ليس في هذه اختصاصات دولة، اختصاصات إمارة المؤمنين، اختصاصات الرئاسة، والناس ليس لهم من مدخل في هذا. الذين فعلوا هذا فلأنهم كانوا لم يتعلموا الدين كما كان يجب عليه. والآفة الآن وإلى أولئك، إلى المسلمين وإلى غير المسلمين. ولا يمكن أن يقال في كل حادث مرعب إنه فعل إنسان مختل عقليا، إنسان مجنون، ويقال في كل فعل يقوم به إنسان من المسلمين إنه عمل إرهابي مبيت. هناك هجوم على المساجد، هناك إحراق المصاحف، هناك وهناك. هذه البذرة لا تصلح لنا ولا لهم، هذه البذرة من الكراهية لا تفيد لا المسلمين ولا غير المسلمين. المسلمون وغير المسلمين ينفعهم أن يعيشوا متعاونين، أن يعرف كل واحد أن له شيئا يتفق فيه مع الآخر وأن له شيئا آخر يختلف معه، وهذا الوطن أو هذا المجال يتسع للجميع إذا كنا نريد ذلك. لذلك أقول إن العناية الاعتناء بهذه القضية، بقضية التسامح وتأصيلها، يجب أن تصبح جزءا من مقرراتنا الدراسية، جزءا من برامجنا الحوارية، جزءا مما نقول به، حتى لا نترك الكلام هكذا غامضا فضفاضا، لأن هذا لا يؤدي كما قلت إلى خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.